اخوتي وخواتاتي ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كامل بكم تكون على خير وبخير. اليوم بناء على الطلب ديالكم بغيتوا دار مستقله حره، فهاد الدار بناء على الطلب ديالكم. المنزل المستقل اللي جاب لكم افيتو طونجي اليوم المساحه ديالو في السفلي فيه جوج ايطاجات، السفلي فيه 114 متر، الفوقي فيه 120 متر، الفوقي الثاني فيه 120 متر. هذه الدار مستقلة في التوتال فيها 354 متر، جات في الجيراري. فين جات بالضبط هي داك الجيراري؟ الناس اللي ما كيعرفوش الجيراري فين جات بالضبط، جات قريبة من بني مكادة، قريبة من حي بن ديبان، قريبة من موظفين، قريبة من طريق الرباط أو المسمى بشارع الجيش الملكي. قريبة من هذا الشيء كامل اللي قالت لكم هند، وغادي نخليكم مع فراتي باش نوريكم الصالة ديال الكاميرات ديالنا. كيف ما قلنا لكم فيهم ثلاثة ديال الواجهات، ثلاثة الفرشات. المساحة ديال الكراجات مع الدروج يعني 114 متر، كراج بإمكانك تعمل فيه شي مشروع استثماري، أولا مثلا تباركي فيه الطوموبيلات، أولا مثلا تكريه كخزين، أولا مثلا تكريه كفون كوميرس. هنايا كاينة الدخلة ديال الدار من الفصاد الثالثة، يعني عندها الدخلة ديال اللي مع الدروج كاينة الفصاد الثالثة، وهذه الفصاد الثانية اللي فيها جوج ديال الكراجات، يعني تقدر تعمل فيها الطوموبيلات، تقدر تعمل فيها شي مشروع هنايا، شي مطعم، شي قهوايا. هو اللي ما كيبغيش يجري البروجيات بامكانه يكريها ويخليها لانسان اخر ودخل له الفلوس نفس الوقت. هنايا كاين التواليت ديال السفلي ديال الكراج اللي كيف ما شفتوا مع الدخله، يا اما كتدخلوا من هنا من الكراج او كتدخلوا من جهه الدروج اللي هو ديجا عامل خزين ثاني تحت الدروج، عمل خزين وعندهم جوج بيبان لتحت، يعني بامكانك تستوكيو فيهم مثلا الصبابط ولا مثلا الماتيريال ديالكم. وهنا في هذه الجهه كاينه البوابه الرئيسيه ديال المنزل المستقل، هذه الباب رقم الثانيه اللي كاينه في وسط الدار. وهذه الفصاد الاولى وهذه الفصاد الثالثه اللي كتدخل ديريكتوم اذا بغيتي تطلع ديريكتوم الدروج. الفصاله ديالكم فوقها عامل دروج واسع يمكن تطلع فيهم الرحيل، يمكن تطلع فيهم الماتيريال، يعني دروج كباري وماشي مزينين، ماشي مدحسين، يعني المساحه ديالهم كبيره واسعه. وي عاملين هاد النحات ديال السلي الشطلع ديال الدروج كامله، والدار تبارك الله راه مهويه بحكم انها مده كبيره وهي مستوجه، راه ما فيها لا غموله لا كبدني، غادي نطلعوا ونكتشفوا هاد. عاد هاد المنزل المستقل راه محفظ بالوريقات ديالو والشهاده الملكيه ديالو، يعني ماشي عادلي. ودابا يلا نخرجوا نكتشفوا الايطاج الاولاني. الطابق الاولاني للمساحه ديالو 120 متر. ها هي فاتي غادي توريكم الفصاله من الدخله كيفاش كتبان، فيه اربع لي شوم، صالون في صالون، وعاد حمام وكوزينه. فيه جوج ديال التواليطات والحمام، واحد لاكو صغيره وباركو مع كوزينه. الفصاله ديالو هي هذه شحالو بحال الايطاج الثاني اللي ما غاديش نمشي تحت، يعني الفصاله اللي غادي نشوفوها هنايا راه نفس الفصاله كاينه الفوقي، ما عدا ما كاينش شومبر وحده، كاين 3 شومبر والصاله مفتوحه. داكو هاد الدار الطبقات كيف ما قلنا لكم راه فيها 114 متر في السفلي، 120 متر في الايطاج الاولاني، و 120 متر في الايطاج الثاني، وعاد السطح فيها ثلاثه ديال الفرشات. الحمام ديالنا ديال الدار هو هذا الحمام الاول، عملوا هذه النوعيه الزلج حتى للسقف، خاصه على جوج انواع ديال الزلج، عاد السينيفا اللي كاينه في الوسط. المساحه كبيره يعني ممتازه، او يمكنكم انكم مثلا تستغنوا على هذا الحمام وتخليوا الدار عندها حمام واحد. وهنايا كاينه طواليت سفير بلافابو ديالها، هي عامل ليها نفس النوع ديال الزليج، وعاد كتخرج لواحد البالكو صغير لاكو كاين هنايا. مثلا خلينا غير التنفيسه ديال الدار كيخرج ديريكتومون السطح. يعني واش كاينه مساحه زايده تما؟ كاينه مساحه زايده هذه لاكو، يعني يقدر الواحد يصبن فيه مثلا، يقدر يحك فيه الزرابي، يقدر مثلا يعمل فيه التنفيسه كتخرج للسطح. اها مثلا يقدر يعمل فيه حتى لابادوره ديال التصميم اذا سقفوا، اذا سقفوا فكره مزيانه، بما ان الدار اصلا ديال مول الدار كامله من حقه يسقف. ويقدر على هاد التواليت سيرفيس وحيدهم وتما يعمل ماكينة التصبيغ، يعني مثلا تما كاين شي حبل صغير ديال الشير بلا ما يطلع زعما ماكينة السطح، واخا هي غير دو زيتاج. يعني زوني التواليت نهائيا يخليها كمثلا خزين أولا كموطع اللي يتحطوا فيه المطر، مزيانة فكرة ممتازة. وهنايا كاينة لاكويزين حتى هي كبيرة تبارك الله، فيها البالكون خاص بها. وي هو عمل هنايا لورنيه لتحت ديال الخشب، عمل هاد المرمو نوعي المرمو فوق لورنيه، حط فيها هاد الماكينه التصميم. بالحق الدار راه كتباع خاويه، ما كتباعش بالفراش نهائيا، يعني هاد الماتيريال اللي كتشوفوا هنا كامل غيمشي، غتبقى غير هاد لورنيه وهاد الخشب.
هويه وكوزيه تبارك الله صراحه عامل ليها الزليج عامل ليها القبس الدار كامله عامل ليها هاد النوع على الزليج قصد الدار كامله السقوف كاملين بلي فلوره بالقبس يعني دار مصلوحه مفينيا اجي جيب الحيط ديالك وسكن وعاد الدار عمل الاصلاحات اللي فيها كم اصلاحات تقليديه مغربيه هاد النوعيه ديال الزليج راه كيف ما كتشوفوا راه مغربي هاد النوعيه ديال القبص راه مغربي وعاد معدل بليت شي حاجه نقيه ومزونه والدار فيها ثلاثه ديال لي فاصل وي دابا نشوفوا لا شومبر الاولى اللي كتفضل الفاصل الاولى تبارك الله كبيره ومشمسه وضاويه وي وعاد عندنا الكوزينه نورمالمون الكوزينه وهاد لا شومبر هادي كطل على الفاصل الاولى عاد عندنا الصالون كيطل على الفاصل الثالثه وهاد لي شومبر اللي غادي ندخلوا نشوفوهم كيطلعوا على الفاصل الثانيه وي كيف ما كتوريكم فاصل السقف ديال البيت نعاسه هو فيه القبس وبيت كبير تبارك الله راه هاز مالي من الحجم وبيت نعاس من الحجم الكبير من الحجم الكبير وي هادشي اللي لاحظت ان البيات ديال لابارتمون كبارين يعني كبارين بزاف يعني يمكن ان مثلا تعاود تصلح وتستغل تزيد مثلا بيوت اخرين او لا ما عندك العواول تخليها كيف ما هي او لا مثلا تفتح كل شيء على بعضه ولا تلتزم بهاد الاصلاحات اللي كاينه هنا هادشي اللي كاين هنا عندنا واحد الباب ديال الفصيل اللي كيجمع ما بين جوج ديال لي شومبر الشومبر الثانية هي هذه حتى هي واسعة فيها موطع ديال جوج دكانات فيها الماريو يعني الماريو ديجا الحيط الماريو هذا في وسط الحيط هذا غير بقى يعني واخا تاخذ يقول دار خاوية وشبابك كاملة الثقل كاملين عامل لهم ألومنيوم مزدر داك دوبل فيتراج شبابك ديال الحديد كيف ما قلنا هاد لا شومبر هادي كطلل على الفصل الثانيه الدار مشمسه مضويه ما فيها لا غمو لا بروده بحكم انها جات كطلل على ثلاثه ديال الفصاد وعاد كاين مسافه ما بين الدار والدار يعني مخليه الشمس في تدخل هاد لا شومبر هادي عاملين فيها حتى هي الماريو في وسط الحي عاملين فيها جوج الماريوات هادي يا اما تصلح بيرو صغير يا اما تصلح دريسين وي هادشي اللي بان لي حتى انا بحكم انها صغيره يعني ما غاديش فيها الفراش دونك يا اما غادي تجي دريسين يا اما تجي بيت صغير يا اما تجي حمام اخر على حسب الاحتياجات اللي نتوما عندكم في وسط هاد الدار هادي تقدر تجي حتى بيت ديال الحديده يعني الماريو هنا ومن هنا تكون واحد الطويله ديال البلانشا هنايا الواحد يحدد يعني ماشي كانابي صغير عاود اولا يكون شي بيت العاب الدراري اهم يصلح يكون بيت مثلا في الالعاب ديال العواد تيدوي وحتى الدريسين راه فيه نورمالمون راه كيحطوا فيه الحديده يعني في كي بلانشي ولا نورمالمون حتى هو كيكون فيه يعني افكار بزاف تقدر تجيكم في هاد لا شوم هادي واخا هي صغيره مي غادي تكون تجلكم عندها احتياجات ديالها الافكار وهنايا كنلقاو جوج ديال الصالونات مفتوحين على بعضياتهم فيهم هاد النوع هذا ديال القبس يعني يقدر الواحد يستغل كنظن على هذاك المارمول اللي في النص داك الشيء اللي بان لي حيت حنا المغاربه كنحماقوا على الصالونات الكبارين وعارفين بان الضياف كيجيو عندنا بزاف يعني بامكانهم انهم يزولوا هاد الفصيل الرخامه اللي كتفصل ما بين صالون وصالون ويوسعوا الصالون في دقه واحده يدوروا بالسداده ديالنا وهنا كاينه الشومبر الرابعه ديال هاد الايطاج الاولاني اللي حتى هي الفصاد الثالثه وي غير باش نذكر المشاهدين وانا بحكم انهم ما يشوفوش الطبق الثاني الطبق الثاني هاد لا شومبر اللي قلنا غادي تكون ديال الدريسين ولا ديال مثلا شي حاجه اخرى تصبين ولا شي حاجه اخرى هادي راه ما كايناش في الطبق الفوقاني تما كاينين غير تخوا شومبر وهاد المساحه اللي كاينه في الصالون هي غادي الدور فاتي توريها لكم هنا ما كاينش هادي ما فصولاش كاين يعني صالون واحد كبير صالون واحد يعني حتى الفوق كاينه كوزينه حتى الفوقي كاينه كوزينه كاين حمام نفس الصاله اللي كاينه هنايا كاين الفوقي وي وصراحه الله يعني قلنا هذه تفتح مادام هو في الايطاج الثاني مفتح حتى شي تفتح هنايا يجي بيت دكلاس هذا مثلا اللي كتصور فيه فاتي يكون فيه بيت دكلاس واخر بيت دكلاس اخر اولا صالون صالون صغير اهم مثلا نذكروا المشاهدين ديالنا المنزل المستقل ديال اليوم اللي محافظ بالوريقه ديالو بكل شيء فيه كيتواجد في الجراري الجراري الناس اللي ما كيعرفوش الجراري فين جات بالضبط جات قريبه من بني مكاده قريبه من حي بن ديبان قريبه من الموظفين قريبه من طريق الرباط او ما سمى بشارع العيش الملكي قريبه من هذا الشيء كامل اللي قالت لكم هندا والدار فيها في الطوفه 354 متر فيها في السفلي 114 متر ايطاج الاولاني 120 متر ايطاج الثاني 120 متر وعاد الطاف وعاد فيها منزل مستقل اللي جاب لكم افي طوطونجي بامكانكم انكم مثلا اما تاخذوه كمقر فين تسكنوا او مثلا كمشروع استثماري تكريو كل ابارتمون بحديتها بحكم كاين كل ايطاج فيه كوزينه وحمام وعاد يمكن لكم تكريو الكراجات او مثلا تبيعوا فوند كوميرس او نتوما تستغلوا الكراجات وتعملوا فيهم شي بروجي يمكن حتى جوج الخوت يتفردوا فيه ويجريوه
الوليده ديالهم مع الخوت وتفرضوا فيه سكنوا وليده وسكنوا فيه كل واحد طبقه داكشي اللي كاين فوق الطبقه الثالثه هي يبنيو هي كاملها. فكره ممتازه بحكم ان اصلا الاساس ديالو مبني على 114 مترو يعني كاين في تبني وي فيها 354 في الطوطه الاطاج السفلي فيه الكراجات 114 مترو الاطاج الاولاني 120 مترو الاطاج الثاني 120 مترو وعاد السطح الثمن ديالها هندا شحال الثمن مشجع صراحه الله يعني 354 مترو 250 مليون فقط ما غتلقاوها غير عند افيتو دونج الثمن ديالها بالدرهم 2 ملايين و500 الف درهم مغربي بالنسبه لنا غتولي تحول العمله ديالها اذا عجبتكم هندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبوكم تفيزيتوها بغيتو تسقسوا على هذا العقار اي عقار كتشوفوا في قناه افيتو طونجي واحد اولا افيتو طونجي جوج ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه سواء في التليفون سواء في الواتساب وحنا كنعطيكم المعلومات الكامله. افيتو طونجي جوج باش نذكركم راه فيها الاراضي المحلات التجاريه والكرا اللي جا خصيصا كيتصور نتوما كتطلبونا نقوم نصورهم حتى هما غتلقاوها في صندوق الوصف لاباج ديالنا كامله اولا يكفي انكم في الغوشيغ تعملوا افيتو طونجي جوج. قلنا كلشي كنتسناوك تدعي معاهم. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الدور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. قولوا امين ونهاركم بروك.